خمس كرم شمشم 15/9/2012. تخيل على هذا المنظر اخي، يعني تقريبا هذا نحن في البوابات، كرم شمشم حي البوابات. هاي ست ابنيه مفتوحه على بعض. طبعا هون كان متمركز الجيش، هون كان متمركز الجيش. اول ما يطلع من البوابات مثل ما انك شايف كيف لغمة هاي الابنيه كلها تلغمة وفتحها على بعض مثل ما انك شايف. تفرج راح نشوف نتابع بس كيف هاي الابنيه ونشوف على هذا المال وين. من بناء لبناء. هاي كلها مثل ما انا شايف تم تلغيمها. هاي البنايات كلها هاي اللي نحن هلا فيها تم تلغيمها من قبل الجيش قبل انسحابه، تم تلغيمها وتدميرها بالكامل مثل ما انا شايف. هاي املاك الناس، مهم التدمير قبل الخروج. مثل ما شايفين انه هاي البنايات عم اقول انه رجع لي يسكنوا، انه صارت حمص منطقه امنه. اللي بده يرجع لي الناس تسكن هون، بدها تسكن هيكي هون بدها تسكن كثير. يعني فرج حتى الحجر الصوان اخي، اي حتى الحجر الصوان طارد وخارج. هاي كلها بماده انت فينا تفوت كمان من هون تتابع. Thank you.